البحرين ما شاء الله نفتخر في العنصر البشري اللي عندنا، ونمكنهم نسقل مواهبهم. يعني اللي نقدر يعني نوصل له هو أن دبلوماسي بيمثل مملكة البحرين في سفاراتنا برا، وبيكون سفير لها. فساعات الواحد يحتاج بس يخلق البيئة ويثبت الأسس الصحيحة. احنا حين اذا نشوف الاعداد وصلنا فوق 200، ولكن انا بالنسبة لي قاعدين نوصل حق اعداد اكبر، لان قاعدين نحاول نستخدم مثلا السوشيال ميديا، نحط نبذة او ثقافة دبلوماسية علشان نشد يعني بعض الشباب اللي حابين يدخلون مجال الدبلوماسي. قاعدين نفتح الابواب حق جهات حكومية اخرى، قاعدين نشتغل حتى مع الشباب البحرينيين. يعني كنا مساهمين في مدينة الشباب وقمنا على برنامج الشباب والدبلوماسية، فإحنا حابين نوصل حق عدد أكبر، حابين نخدم المواطن البحريني اللي حاب إنه هو يفهم عن الدبلوماسية البحرينية أكثر، حابين إن نخدم الجهات، في بعض الجهات سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، حابين إنه حتى يفتحون الباب حق البروتوكول البحريني، الاتيكيت البحريني، خاصة في الجيل الشباب الحين اللي يمكن يحتاجون تدريب أكبر في هالمجال. معالي الوزير لما بديت العمل معاه كان مهتم جدا في العنصر البشري، ووضح لي موضوع، وممكن هذا الموضوع يكون الجواب على السؤال. قال لي سياسة مملكة البحرين الخارجية واضحة، وسياسة مملكة البحرين الخارجية يقودها جلالة الملك، ويضع يعني أساسيات هذه السياسة، وإحنا كوزارة خارجية ننفذ هذه السياسة.